يا حاجة سمرة، السلام عليكم. نعم، السلام الله وبركاته. ازيك يا امي؟ الله يخليك يا ولدي، الله يخليك. شفناكي في الدار اعتقد كويسة والحمد لله، مريحة بالنسبة لك دلوقتي؟ لا الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ يعني صدري ودكامات في ظهري لسه تعبانة بتكلم. والله يا رب يعلم بي. بتاخدي علاج؟ معلش عشان حضركم والناس الحلوه دي لازم اسمعكم. ده حضرتك اللي جميله، وانا مبسوطه واحنا في البرنامج كلنا مبسوطين ان احنا شايفينك بخير وشايفينك في الدار. مبسوطه في الدار؟ مبسوطه الحمد لله. طيب خليكي معانا يا حاجه سمره، وعايزك كده ايه تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عشان احنا معانا دلوقتي تليفون مهم، ياسر، فبنرحب بيه. ياسر جمال ابن السيدة الحاج. هي بخير انا بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا استاذ ياسر، انت مزعل الحاجة ليه بس؟ والله ما اقدر ازعلها. ما هي اللي بتقول انك مزعلها يا راجل؟ طيب ينفع كده؟ اللي سام بيقول كتير يا فندم، بس والله العظيم انا مش مزعلها ولا عايز ازعلها. لا بس ده مش اي لسان، ده لسان الام، مش اي لسان. علشان كده احنا عايزين نعرف اللي بتقوله ده ايه سببه. يعني. ولا الكلام ده حصل. ولا حصل؟ بتقول كده ليه؟ هسألوها عندكم، أنا عايز أسمع الإجابة دي منها عشان أنا برضو في حالة ذهول. طيب يا حاجة سمرة. نعم. اتفضلي يا حبيبتي، ابنك بيقول إن الكلام ده ما حصلش وإن هو بيحبك وإنك لو بخير هو بخير. اتفضلي. لا 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 لا، لا الكلام ده بلاش منه، سمعته كتير وفعله معايا زاد ومشاكله معايا زادت. طب ولو يا حاجه سمره، حاسس الكلام ده صدقوني. طيب ولو يا حاجه سمره بعد اللي حصل، يمكن ياسر راجع نفسه ولما حس انك انت كان ممكن لا قدر الله تروحي منه، فالراجل راجع نفسه، مش كده ولا ايه يا استاذ ياسر؟ لو سمحت يا فندم انا عايز اكلمها مني ليها في استوديو. يلا اكلمها منك ليها. لا لا لا، ما يكلمنيش يا عم، ما يكلمنيش. ليه يا امي بس كده؟ طب ليه يا امي؟ ده انا عايز اجي اطمن عليكي. انا لا ما تكلمنيش. طب ما روحتش ليه يا ياسر؟ لا حضرتك ما رحتش ليه؟ عشان هي اصلا متهماني ان انا عملت حاجه مدينانه بيها وانا ما حصلتش. وايه المشكله؟ ما انت بتقول دلوقتي انه إيه، انا ما عملتش كده. ما تروح بوس ايدها وقول لها حتى لو عملت كده سامحيني. لا ما تزعلونيش منكم انتوا. دي زعلانه. اسمعيني عشان نفهم بعض يعني. قول لها كلمتين راضيها يا ياسر. طب لو سمحت ممكن نفهم بعض عشان نتواصل مع بعض. يا حاجه سمر. نعم يا ست الكل. بص يا ستي، ممكن ياسر يكون راجع نفسه. اكيد ياسر لما شفت صورة والدتك والفيديو بتستنجد بالناس، اكيد انت ندمت على اي زعل زعلتهولها برضه. حضرتك يا استاذ اصلا ما فيش غلط حصل مني عشان تراجع خالص. يعني يا راجل ما زعلتهاش خالص. كذاب والله كذاب. يا اخي احنا بنفتح لك باب يا اخي. ربنا شاهد عليا والناس اللي جيراني والناس اللي حواليا. شد يا استاذ ياسر. طيب قول لها طب راضيها. هي طيب هي شايفه ان انت زعلتها. لو سمحت عايز اكلمك. هي سامعاك يا استاذ ياسر. لا اتفضل. لا المحاديث. اتفضل. لا حدش يتكلم. يا امي انا ضربتك ومشيتك. يا امي انا امك يا دروك. انا امال ايه اللي عملتها قدام بنت مياد وزعطتني من البيت ومشيتني؟ يا ده انا مش امك. طب يا امي يعني انا ضربتك ومشيتك بما يرضي الله. لا ما ايوه مشيتني من البيت. ايوه مشيتني وزعطني وهجشت اختك واختك يا كانت بما يرضي الله. وحتى شوفها فيا انا. والله انا ضربتك ومشيتك. شوف اختك فيا انا. شوف اختك فيا ما تدملك الصالح بياني. اللي زعطني وبهدلتني. شوف اختك فيا. اختي موجوده ومطمن عليها وبعتها لك امبارح هم الاثنين ورحت انت غلطت فيهم ومشيتيهم من عندك. اختي ما طب يا ست سمره ما تخلينا نقول الحمد لله ان ربنا. يا ست سمره بطل. يا ست سمره خلينا نقول الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. ويا ياسر يعني اسمح لي، انا ما اعرفش انت قد ايه بس يعني اعتبرنا اخوك. خلينا نقول ان الحمد لله قدر ولطف وان ربنا اراد ان والدتك تكون جنبك. انا بقول والله لو كان ربنا سبحانه وتعالى كان ليه مشيئة اخرى كان ممكن زمانك النهارده بتبكي عليها دم انك انت زعلتها وهي راحت منك وهي زعلانه. فاحمد ربنا وراضيها بكلمتين. لا يا عم ما راضينيش. عاوزاش يا ابوي والله لو عنك كده ما كنت اتكلم. لما كنت اتكلم على اليد وعلى رجلي واقول حقك عليا. لا يا عم انا ما قبلاش عذر منك. عاوزاكش ولو ما حصلش برضه اقول حقك عليه من غير اي حاجه. لا يا عم لا حقك حق على حق يديهوني ربنا.
برضه اسلوب حق الدهون ربنا. لا ما لا سيبها تقول اللي هي عايزاه يا استاذ ياسر. لا اسلوبها زي ما يكون. اسمع بس وما تتكلمش. ربنا عليك وعلى اللي بيحصل. عندك انت والله مش مسامحاك في اليوم موقف العظيم. طب يعمل ايه طيب يا حاجه سمره؟ يا حاجه سمره برضو يا عم هو في حاله وانا في حالي سيبوني. ولو هو الراجل هيجي ويراضيكي والامور ان شاء الله تبقى كويسه. لا انتوا يعني ليه مسجلين عليا في الحكاوي دي وانا اللي عارفه حياتي وعارفه عيشتي وعارفه دنيتي؟ لا لا زي ما حضرتك ليه تخصموني على حاجه معاكم؟ لا 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 اعوذ بالله. زي ما حضرتك عايزه خلاص. احنا يعني بس كنا استاذ ياسر يعني معانا وكان عايز يتواصل معاكي وهو قال ده بنفسه دلوقتي على الهوا سيبوني اتكلم معاها. لا ما توصلش. فاحنا عملنا الطلب اللي اتقدم لينا من استاذ ياسر لا اكتر ولا اقل، لكن اللي حضرتك عايزاه هيحصل. استاذ ياسر يعني احنا حاولنا خليكي بس معانا. طب قول لها كلمتين يا استاذ ياسر كده بعد اذنك يعني. اتفضل. قول لها كده كلمتين راضيها بس يعني ربنا يحنن قلبها يعني. انا اقول كلمتين لوجه الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. انا لو انا ظلمتها ولا جيت عليها ولا انا مفتر عليها. طيب يا سيدي معلش يا حاجه سمره. معلش هو انت ليه يعني مش عايز تقول لها سامحيني؟ ما تقول لها كده سامحيني. ربنا بيسامح. لا ما هو برضو انت يا استاذ ياسر يعني برضو يعني رضيها. ده انا بقول لك هاجي ابوس على يدها وعلى رجلها يا استاذ. مش هقول كلام. انا عايز فعلا ايه؟ انا عايز اطبق فعل حد يوصلني بيها وياخدني من مكاني يوديني ليها. يا عم انا مفيش اي مانع. طب انت شكلك بقى يا استاذ ياسر هتبذل طيب مجهود. انت في طيب حد من الاهل يعني معلش لو في عمام لو في اخوال يعني اهل الحاجه حضرتك هي مزعلانه مع الكل عشان خاطر كل واحد ياخد لي جنب. هي الحاجه سمره قفلت. طب عموما بس ايه يعني شوف هي مين بتحبه وحاول تاخده وتروح لها. وبرضه نسيتها خالص لدرجه ان انا قلت انا عايز اعيش مع امي واللي يزعل يزعل مني. انا عايز امي واخواتي يقعدوا معايا بدل ما اقعد وحدي.